في الناحية القضائية تنظر الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة تظلم عدد من زوجات المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية على قرار صادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وأيضا كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن أو السندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهن. نتابع جانبا من هذه المحاكمة. الأعضاء البشرية حال كونهما نتاجا لاتفاق الأضرار المتهم 28 محله التعامل في العضو المنقول على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهما بذلك، وقد تمت عمليتي نقل وزراعة عضو الكلى المشار إليهما في البند الرابع عشر نقلا من منقول منهم مصريون بالمخالفة لأحكام القانون واستئصالا لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى. ممكن ممثل تاني النيابة، ممكن زميل تاني يكمل القرار، يعني زميل تاني يكمل القرار بدل ما كل واحد يقول القرار كله مقسم. طيب ماشي خلاص، ما دام انت مقسم ماشي خلاص. ودون موافقه اللجنه العليا لزراعه الاعضاء البشريه او اتباع القواعد والرسوم الطبيه المتعارف عليها والمتطلبه قانونا لاجراء تلك العمليات والتي اجريت جميعها في مستشفى دار الدين نفيس كمنشاه غير مرخص لها باجراء عمليات زراعه ونقل الاعضاء.